احنا النهارده عشان نسال ايه عايزين اللي نعرف حصل ايه وازاي اللي نرجع تاني. واللي حصل ده يا دكتور نبيل مضر نفسيا، يعني الانترنت بيدينا معلومات كويسه جدا بس في نفس الوقت هو فاصلنا. هل نعرف نفصل ما بين السيء منه والايجابي منه؟ طبعا. انا بس انا عايز اشكر، عايز اقول ان انا فخور بان انا اقعد جنب حضرتك. الله يخليك، ده من ذوقك. اوعى تقول بتسمعني وانت صغير. لا اوعى تسمعني وانت صغير، احنا بنسمع بسمعك وانا كبير، بسمعك وانا كبير. لسه زياره لمكتبة فلان موجود في الاذاعه. طبعا لسه موجود، طبعا بسمعني دلوقتي. يعني انا عايز اقول لك انه على حس على سيره الاذاعه، الراديو الترانزستور هو بدايه اللي احنا فيه دلوقتي فعلا، لان هو اول حاجه خلقت الفرديه، انه حد بدل ما كان الراديو كبير كده قد كده والناس كلها متجمعه حواليه، بقى راديو صغير احطه على ودني وامشي بيه، اتحرك بيه، اقعد بيه في السرير. وبعد شويه طلع الوكمان، فاكرين الوكمان؟ فبقى الوكمان كل واحد ماسك الوكمان بتاعه وماشي بيه، توحد بقى، سواء في راديو او مجرد CDs. شوفي بقى الفرق، الدكاتره النفسيين بيحللها. بدايه الموجه اللي احنا فيها النهارده هي ابتدت من الراديو الترانزستور، وتدريجيا حتى الان. لو احنا بنتكلم بقى على ما هو مع وما هو ضد، اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو طغيان السوشيال ميديا على وسائل التواصل الاجتماعي، هنقول انه السوشيال ميديا زودت التواصل الاجتماعي، لانه بقينا عارفين حبايبنا فين كل دقيقه، فين وبيعملوا ايه، وفي الشغل، في البيت، في الشارع. لسه اقول البعاد، انا هكمل صدقيني، بس وفي القريبين، وفي القريبين جوه البيت بيبعتوا لبعض سوشيال ميديا جوه البيت، في القريبين، وده طبيعي، ده صح. الام وبنتها والاب والاخ كل الناس والاخوه، كل الناس قاعدين حتى جوه البيت بيبعتوا لبعض حاجات. بتلاقي الام في جروبات العيله وجروبات الاصدقاء. بالظبط. بس ده انا هكمل والله، بالظبط التواصل الحميمي. انا هكمل البيت. انا بقول هنا ده ما لها، انا بقول ما لها بالظبط كده، بقول ما لها ان هو فعلا زود من التواصل الاجتماعي. الناحيه الثانيه بقى هو قلل من التواصل الجسدي بين الناس، يعني بدل ما الناس تبقى بتحتك ببعض بشكل مباشر فقلل من هذا الاحتكاك المباشر. عشان كده بيقولوا ان السوشيال ميديا قلل من مهارات التواصل الاجتماعي. هو زود من التواصل الاجتماعي لكن قلل من مهارات التواصل الاجتماعي. يعني ايه مهارات التواصل الاجتماعي؟ كيفيه الترحيب بالناس، التفاعل مع الاخرين، سؤال الاخرين والاهتمام بيهم، الاي تو اي كونتاكت، التواصل بالعين، التواصل بالصوت، التواصل بالجسد والحضن واللمس. صحيح. كل ده السوشيال ميديا قللت منه. كمان في حاجه خطيره جدا اعتقد ان احنا هنشوفها في المراحل الجايه، اللي هو طغيان الكتابه على الكلام. الكتابه كانت لغايه وقت قريب كانت هي الاساس، الكلام كان هو الاساس في التواصل. خلينا نتوقف، هنرجع لها واضرارها. مهم جدا نتكلم على مساله الكتابه والكلام، لانه ديت حاجه يعني ربما نصل الى اجيال صامته. هنرجع لها.